كل الشعوب بالعالم عندها وطن تعيش فيه إلا إحنا الشعب الفلسطيني. إحنا الشعب الوحيد اللي ما عندناش وطن نعيش فيه، بس عندنا وطن عايز جواتنا. حاولوا يشتتونا ويعملونا لاجئين، حاولوا يفهمونا إن إحنا مش فاهمين أو إننا ناسين، بس نسيوا إنه إحنا أصلاً ما بننساش، وإنه أسيادنا كلياتهم بعدهم حاملين مفاتيح العودة، المفاتيح اللي رح ترجعنا على دورنا. دارنا بيافا، بعكا، حيفا، باللد، بالرملة. عمرنا ما رح ننسى وين، ولا حتى رح ننسى تربة الدار والشجر وكيف كنا عايشين. عشان هيك كل واحد فينا بيحمل هذا المفتاح وبيورث معاه القصة تبعتنا لأولاده. لاجئ، شتت، ناسي، هيك عرفونا، بس نسيوا يعرفونا كيف ما احنا منعرف حالنا. لهيك استنونا على برنامجنا هاي بلادنا على قناة العودة. هذه المحل.